خدم عبيد عند الرهبر يدوس على راسهم. هاي الحكومة أنا مكيف لها إذا صارت هي هاي نهاية هاي تكسر ظهرهم. السوداني مفتاحه عند من؟ السوداني مفتاحه عند العصائب. هو مرشح العصائب، أنا أحكي دوليا. لا اسمح لي، هو مرشح العصائب ودولة القانون المالكي حزب الدعوة يعني مشوا في الأمر، ولكن الآن يبدو عندهم مشكلة حقيقة، أنه هم تدري بالذات حزب الدعوة ودولة القانون غير مقبولين من المرجعية. أنا أحكي لك المعادلة الآن، المرجعية لا تقبل، هي خرجتها من حزب الدعوة بالألف يا علي كما يقال، وعطوها العادل عبد المهدي تذكر. فهاي احتمالهم تخريجه أنه هو مو مرشح حزب الدعوة، هو مرشح العصائب، لكن هذه سوف تضر به. ليش؟ لأنه العصائب هم جهة اختزالية، هم تختزل المشهد في ذا بسنة. هسه هم اللي قدام حاطي له واحد يفاوض بالنيابة عنه، عن الحكومة وتشكيلتها، وحاطي له ناطق إعلامي هم من اللي قدام، تعرف كيف؟ استحواذ استحواذ. زين. ويردون الأمانة العامة ياخذوها من التيار الصدري حتى تقوم، ويردون يعني استحواذ. إذن هذه كلها اختناقات أمامه. يعني جايبيه طربوش، عفوا احترامنا للرجل، جايبيه طربوش يمشون به الجسد، تعرف كيف؟ يغطون به الرأس. ولذلك دوليا هو على ايران، وقطعا الامريكان مقابلي اسمح مني انا اقول لك اياها. والسفيره ما قالت له، انا ذكرت اول شيء ما ذكرته له السفيره صحيح 100% عندما ذكرته بمصير عادل عبد المهدي، لانه الاشارات تقول هذه الحكومه تريد تفعل الاتفاقيه الصينيه، وهذه الاتفاقيه الصينيه هي مو اتفاقيه ويا العراق، هذا ضد المصالح الامريكيه. وراح اعطيك مثال حتى ذولا يرتاحون اللي ما يسمعون صوتك اذا 30 ثانيه. نعم. لكفوها الرسالة من عندي. أنت إيش تعتقد ياهو الأقوى؟ يعني هسه حالياً من الأقوى علاقته بأمريكا العراق لو السعودية؟ طبعاً. ومنه هو أقوى اقتصادياً؟ السعودية أكيد تاريخية. أكيد. وحاميتها منو حامية؟ ومنو حاميها؟ أمريكا حاميتها بدليل القواعد الأمريكية في السعودية، وبدليل ترامب من إجا قال إحنا حامين هذا النظام من وقر الدين يوقعون. أي. مجرد السعودية دقت، وأنا قايل لك ياها قبل سنتين إنه العرب راح يروحون الروسيا. تذكر هذا القول ها؟ تمام. مو تذكر تمام. هذا القول راحوا العرب الروسية اندقوا بيمن اندقوا بأمريكا قضية قرار الأوبك. السووا الأمريكان رأسا مباشرة قطع علاقات وتهديد وسحب قوات وأرعبوه للسعودية، مو صحيح؟ أي. رغم أنه موقف السعودية لا زال قوي، وأنا الحقيقة أنا أبارك يعني موقف محمد بن سلمان ليس تملقا أو شيء، عندي تحفظ كثير على سياسة السعودية ودول الخليج، لكن هذا الموقف إذا أصر عليه هذا فيه عنفوان وعودة لعنفوان العرب، ما يكون قنوع وركوع. لكن لاحظت الأمريكان سووا هزوها للسعودية. إذن العراق منو مع احترامي؟ منو سياسة العراق وحكومة العراق؟ اللي يندق بمصالح أمريكا تسحقه، وهذه القصة. فهذا راح يسحق محمد السوداني. فهي من قالت له وذكرتها بعادل عبد المهدي، شو سوى عادل عبد المهدي؟ صح ما قالت له قتل الشباب، السفيرة ما جابت طار الشباب والثوار، بس ذكرتها باللي سواه عادل عبد المهدي وهرولته باتجاه الاتفاقية مع الصين. أيه. فإذن هو جايبيه بهاي المعادلة. هسه بهاي المعادلة أنت فتحت محور مهم جدا. في لقاء السيد السوداني بالسفيرة الأمريكية وبموجب الأخبار التي نقلناها أبدى رغبته بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل مذكرة الإطار الاستراتيجي على مختلف الصعد، وهذا الخطاب الذي لا يناسب الولائيين والعصائب. أنا استغربت جدا عن ما قاله السوداني. لا رجل بسيط، هو كل لا هذا هسه هو بسيط ولا أيوة. قوي. أنا أقول لك في أول تصريح له للسفيرة الأمريكية، الدعم التعاون الشراكة الاستراتيجية تفعيل مذكرة الإطار الاستراتيجي تقبل الدعم الأمريكي أمنيا وسياسيا وإقامة شراكة. الولد يقولون احتلال، والرئيس القادم يدعو إلى الشراكة الكاملة. لا خل أوضح لك إياها. قبل اللقاء غردت السفيرة بهذا المنحة وطلبت أن تفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي. أولا خلي يفهموها شنو هي الاتفاقية، ويجيبوا لهم ناس تفتهم تفعيل هاي الاتفاقية الله يسولفون بها. خلي أقول لك قضية، لا يفتهموها ولا يعرفوها ولا يردوها. اتفاقية صار لها اليوم 14 سنة أستاذ نجم، راح يصير 15 سنة نعم 2008.
هم مشلبين بعض، موهمين الشعب العراقي قضية انه هاي اتفاقية امنية، هي مو اتفاقية امنية، اتفاقيتين هي، الاولى امنية اللي صار فيها اعادة الانتشار مو الانسحاب. انت موقع على اعادة انتشار حبيبي، status of forces agreement، تعرف شنو يعني وضع القوات، مليون مرة شرحناها. اثنين، الاتفاقية الثانية هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي استاذ نجم، وخلي الناس تسمعها وتروح تدور تسوي سيرش. اولا بها جانب امني، العفو، جانب ثقافي وجانب اقتصادي وجانب سياسي، هذين الثلاث جوانب. واحدة من اهم ما فيها هو الجانب الاقتصادي. الجانب الثقافي تعرف شو مطلوب من عنده؟ انه تصير وحدة بين الجامعات العراقية والجامعات الامريكية، بس مو الجامعات اللي تزور شهادات. لذلك هو لازم اول مرة يصلح نفسه، ها ينفض روحه يا الله تقبل الجامعات الأمريكية. تدري جامعات للتاريخ، ها من النزاهة وتخرج علماء بالعالم. ها بالمناسبة ترى أمريكا ما عندها عقدة، لأنه طب لأي جامعة أمريكية تلقى فيها هنود وباكستانيين ويابانيين وصينيين من كل دول العالم يتخرجون يأخذون شهادات ويرجعون لبلدانهم. فهم رادوا يستصروها للعراق. أنت ما عندك إمكانية تدرس طلاب بالسنة 50,000 طالب، رادوا يجيبون جامعاتهم يسوون تويل ويا جامعاتنا. هاي ما يقولوها حزب الدعوة ومجلس الأعلى وحزب تقدم وكذا، ما يذكروها للشعب العراقي. زيان. تعرف كيف؟ بالجانب الاقتصادي أيضا أمريكا ترعى كل الاستثمارات، مو تأخذها ترعاها. أي شنو معناها؟ أنا مستثمر أخاف أطب للعراق، مو صحيح؟ أخاف ميليشيا وقتل، تجي أمريكا تقول لي طب وأنا أحميك وأنا أعطيك فلوسك إذا خسرت، من يسويها بالله عليك؟ هسه أنا مو ندافع عن أمريكا، هذه مذكورة بالاتفاقية أستاذ نجم، خلي روح السوداني يفهمها إذا هو حريص على العراق ويقول يفعلها يشغلها. مو رأس باجر عقب راح يرجعون أمريكا إسرائيل السنة الأكراد، تعرف هاي خطابهم من يفشلون ما عندهم غير الحكي هذا، البعثية المدري شنو رجعوا تالي على شبابهم معظمهم ثوار تشرين من الشيعة، رجعوا عليهم أكلوهم وكتلوهم، ناس كذابين مرائين ما يردون كل خير العراق، خدم عبيد مو عند الأمريكان، لو عند الأمريكان كان بنوا العراق، لكن خدم عبيد عند الرهبر يدوس على رأسهم 24 ساعة الرهبر، فأنا يجي يفتر بالبرلمان ذاك اليوم حتى يسمون رئيس جمهورية. فهؤلاء ليس لهم أي كرامة أو غيرة أو موثوقية في كلام. طيب. اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية تعويض، اسمحها مني وأنا مسؤول عن كلامي، اتفاقية تعويض للعراق عن احتلاله من قبل أمريكا، تعرف؟ واللي عطلها المالكي. زين هسه أنت الآن اسمح لي، قبلوا الأيادي حتى يوقعوها، تالي بس شويه سيطره وماكو، وهم سووا داعش وسووا ماعش وسووا ميليشيات حتى ياكلون العراق ويبقون، عباره عن كانتونات مرتزقه الحقيقه دمروا العراق. فقادم الايام هاي الحكومه مكيف لها اذا صارت هي هاي نهايتها، هاي تكسر ظهرها.